صعيد صعيد مشاهدونا الأعزاء في كل مكان، كل سنة وانتم طيبين، كل عام وأنتم بألف خير. يا رب يعيدوا علينا بالخير واليمن والبركات. عيد أضحى مبارك عليكم كلكم، ونحن عيدنا الليلة في ضيافة أسرة الأستاذ حاتم سر الختم. هذه الأسرة التي دائما ما تكون في استقبال أي زائر أو مسؤول للسودان، والأطفال هم بهجة الدنيا وفرحة العيد، وما بتكتمل هذه الفرحة إلا بوجود الأطفال. يا رب ما تحرم بيت من الأطفال، ودائما الذين هم يملؤون الطرقات والساحات والباحات بالعيد الجميل. سعداء جدا إنه نحن نكون في ضيافة شهد وتالين من أسرة الأستاذ حاتم سر الختم، هؤلاء الزهرتين الذين أو اللتين عندما يوجد زائر أو مسؤول للسودان هم دائما يحملون الخير والبشرة، وبأن السودان هو الكرم والأصالة والشرف لكل زائر من خلال هاتين الطفلتين شهد وتالين. كل عام وأنتم بألف خير. نحن خلونا أول حاجة نحيي والدهم الأستاذ حاتم سر الختم. مرحب بك وكل سنة وانت طيب. مرحب بكم ومرحب بقناة الشروق ومرحب بتيم التصوير ومرحب بكل السودانيين ومرحب بالسودان ومرحب بكل السودان من جنوبه وشماله وشرقه وقربه ووسطه، وكل عام وأنتم بخير وسعداء جدا أن تكونوا بيننا في هذه الأيام الطيبة المباركة. بارك الله فيك. الله يديك الصحة والعافية وربنا يخلي ليك يعني شهد وتعليم وأحمد الصغير، ربنا يديه الصحة والعافية. أستاذ حاتم سر الختم، وأنت رئيس مجلس الجالية بمنطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، الكل يشاهد شهد وتعليم، هم يحملون إكليل الزهور أو الورد في استقبال أي مسؤول جاي مع السيد المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية في استقبال هؤلاء الوفود، وإنت بتكون يعني موجود في المملكة العربية السعودية، أكيد بتشاهدهم وبكون في يعني إطلالة جميلة لهم، لكن بتحس بأنه هؤلاء الأطفال هم يمثلون الخير ويمثلون الاستثمار الذي يمكن أن ينعكس على السودان بهؤلاء الأطفال، هم القادة إن شاء الله حيكونوا في المستقبل. أنا بكون سعيد جدا وكل السعادة تأمرني حينما شاهد أبنائي يشاركوا أولا في ضريبة الوطن، يقدموا ويستقبلوا كل الزائرين للسودان ويعكسوا وجه السودان المشرق لكل أهل السودان. نحن أنا شخصيا بكون سعيد جدا في هذه اللحظات، وأكون يعني بشعر بسعادة لا توصف حقيقة، وهم يقلدون الزائر ويقلدون السيد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير أو من يمثله، فحقيقة شيء لا يوصف من السعادة، وأنا يعني سعيد بذلك وأتمنى أن يواصلوا في كل ما يطلب منهم في تقديم أي شيء من أي مسؤولات. طيب عرفني يعني بأسرتك الكريمة أستاذ حاتم سر الختم. والله أنا يعني أنا متزوج الحمد لله، الحمد لله ولي الشرف الحمد لله، أكبرهم كابتن طيار محمد حاتم سر الختم ما شاء الله، وأصغرهم أستاذ أحمد الطيب، يعني طوالي أستاذ هو أيوة أستاذ أحمد الطيب البشير المسمى على الشيخ أحمد الطيب البشير والحمد لله لي من الأبناء ومن البنات الحمد لله على ذلك، ولكن هؤلاء أصغر أبنائي وبناتي يعني شهاد وتعليل وأحمد هم أصغرهم، وكنت في المملكة
المملكة العربية السعودية يمكن قرابة 38 عاما. ما شاء الله تبارك الله. طلعت عمري 20 سنة. نعم. وكان هم كلهم مولودين في المملكة. وكان لنا أشياء كثيرة نغرس. أنا شخصيا لم أتوانى أبدا أن أغرس في أولادي كلهم السودان والوطنية. نعم. وأغرس فيه وطنية زوجة بمحبة لكل الناس، وأغرس فيهم أشياء يعني يمكن إلا أحمد اللي بيفتخر بيقول أنا بأنينا نجعلي، لكن أبدا نحن بغرس فيهم إنه أي سوداني موجود هم يحبوه ويقدموا له ويستضيفوه ويكرموه. وعلمتهم أشياء كثيرة جدا الحقيقة المفروض، ونحن ما بنحتاج للكرم كسودانيين. نعم أستاذ حاتم، يعني شهد وتعليل لما دائما إجي ضيف أو مسؤول للبلاد بيكون في بعض الأسئلة اللي بيطرحوها، منو الجاي، نحن حنعمل له شنو، البلد الجاي منا، أنتوا كيف يعني بتتعاملوا معهم في الموضوع ده وهم لسه أطفال صغار يعني في السن؟ الحقيقة يعني هم موجودين بين قبيلتين. القبيلة الأولى من دونغولا، هو والدتهم من شمال السودان من دونغولا. نعم. وأبوهم من ولاية نهر النيل، أب عن جد يعني عن أم. فبالتالي فيهم الطيبة والأشياء كثيرة اللي بيورثوها من أهلهم الدناقلة، وفيهم الشهامة والكرم من أهلهم الجعدين. نعم. فبالتالي دي شيمة أهل السودان كله يعني. مش حقتنا نحن كجعدين ولوكين، شيمة أهل السودان كله. فبالتالي ما بيفرزوا مين اللي جاي، ولا بيقولوا نحن ما بنمشي لدا ولا دا، اذا كان جاي الرئيس عربي افريقي جاي من اوروبا جاي من امريكا جاي من اي حته ما عندهم قضيه، المهم هذا الرجل هو ضيف للسودان. لابد انه يقابلوه بابتسامه. نعم. مهما كان مكانته. مهما كانت مكانته لابد انه يتعلموا يقابلوا الناس بابتسامه. حقيقه في البيت نحن معلمينهم الواحد لما يفتح الباب ويفتح هو الباب لاي زول مفروض يعني نوع من الدبلوماسيه وهو مغروس من نوم عشان يكبر على ذلك. نعم. وبالتالي تكون حياتهم فيها نوع من السعاده وفيها نوع من الاحترام وفيها نوع من التقدير لاي سوداني او لاي ضيف حتى مهما كان غير سوداني مفروض يحترموه ويقدروه. نعم. وبالتالي انا شخصيا غرست فيه في كل ابنائي هذا. ما شاء الله، ربنا يمتعهم بالصحه والعافيه وان شاء الله دائما موفقين. طيب استاذ حاتم، يعني بيكون في مواقف طريفة مرت على شهد التعليم بيكونوا حكوا لك عنها، شنو من المواقف اللي انت ممكن تكون تذكرتها؟ والله هما يعني مرات مثلا بيكونوا قاعدين في الصالة بتاعت كبار الزوار منتظرين، فالطائرة بتاعت الضيف تقوم متأخرة يعني. فبيقوم هم بيجيوا نوع من النعاس بينوموا. أيوة. على الكرسي يعني الواحد تلقاه نايم وتعبانة، فبيجوا يصحوك بتصحى، فهنا بتكون في شنو انه تخش تغسل وجهها وكده عشان تصحى وتقابل تقول لك كيف كويس يعني ما في حاجه كثير بتكون فيهم، لكن يعني مرات كده لما يصورهم يصورون ويجيبوا الصور بيشعر بهم نايمين يعني. بعدين مرات برضه بيجوا ياخذوهم طبعا من المدرسه، ودي انا عامل لها علاج برضه. كيف؟ يعني عشان يصلوا مثلا بتفوتهم بعض الحصص. ايوه. انا عامل لهم استاذ خاص. يعني استاذ يجي يعوض. واستاذ يجي يعوض اللحظات اللي هم بيكونوا فيها لحظات انتظار في الاستقبال. وما يحرموا نفسهم من انه يمشي ويقابلوا ويكرموا ويقدموا لاي زور زائر للسودان، وبالتالي يقدموا. لازم يكون في ضريبه للوطن الواحد يتعلمها من الصغير. نعم. انا بفتكر انه نحن كبار ما كان غرس فينا وطنيتنا. نعم. عشان السودان ده نقول على شنو؟ انا هسه نحن بنثقل الناس حتى في وضعهم مختلفين. نعم. كثير جدا. ليه؟ لانه ما غرست فينا الوطنيه. لكن حان الان انه نغرس الوطنيه في ابنائنا. نعم. نغرس الوطنيه في كل طفل من صغير حتى اما يطلع يقول لك يعني انا اضرب مثلا بالمصريين مثلا. نعم. بيغرسوا انه اهم شيء في الدنيا مصر. هو حب الوطن. حب الوطن. نعم. مصر يعني. فلو تكلمت معاه في بلده ممكن تحصل حاجه ما كويسه يعني لاي زول يسيء لبلده ولا كده. لكن عندنا هنا ممكن يمشي يطلع ما يتكلم حاجه، عشان كده لابد يكون في وطنيه تغرس في ابنائك من الصغر، عشان اقل شيء يجوا لقدام يكون عندهم حب الوطن
وأطير على بلده يعني. أكيد يعني نحن بنتمنى من كل الأسر إنها هي تغرس الوطن والوطنية في نفوس الأطفال، عشان يقدر الطفل يعرف وطنه كيف ويقدر يتعامل معه كيف ويكون هو أسمى شيء موجود في الوجود. طيب أستاذ حاتم، يعني الأطفال بطبيعتهم أسئلتهم كثيرة، شهادة وتعليم هم مختلفين عن الأطفال. ليه؟ لأنه ممكن يكونوا قريبين للسياسة، بكل أسئلتهم كثيرة. بتتعامل كيف مع الموضوع ده؟ وشنو المادة اللي أنت ممكن توصلها لهم وهم في هذا الأمر؟ الحقيقة من أكبر ولد عندي لحد أصغر ولد الآن أحمد، أنا بعامل أطفالي بطريقة خاصة. لو الواحد سأل 1000 سؤال أجاوب، لكن ولا أمل أبدا من أبنائي. ليه؟ لأنك لو كليت منه ممكن حاجات كثيرة كده تتغرس في نفسه. نعم نعم، ما بتكون كويسة. عشان كده أنا بعامله معاملة والله بشعر، أنا بتمنى إنه بين يوم وليلة يبقوا كبار يعني، لكن نعم. بتعامل معهم بإنهم هم كبار في السن، وبوريهم الصح من الغلط، وإذا الواحد عمل غلط ما الحمد لله ما حصل يعني واحد عمل غلط كبير، لكن بحاول عشان ما يكون في عقاب ولا كده، العقاب يكون بسيط، حرمان من حاجه مثلا، يعني تحريم ما اخليه يطلع يعني حاسس زي احمد ده العيديه، احمد ده في اول ايام العيد يعني. اي احمد ده لو جه السودان كله عشان يخليه، وهذه ما بيخلوه كيف كان؟ واحمد ده غايته عينه في اولادي، يمكن نفس الاخوه الكبير كابتن محمد. نعم. نفس الشيء، كان شقاه فظيع جدا. لكن الحمد لله شوفي وصل مرحله درس في بريطانيا، ودرس في الشرق الاوسط، وبقى هادي الشرق الاوسط، بقى اهدى واحد الان، واكثر دول بحب لي اخوانه كلهم يعني ما شاء الله الحمد لله. فده ان شاء الله بحب كده بنغرسه لحد ما شويه كده ان شاء الله. طيب يعني نحن في العيد بيكون في يعني اول وقفه لشهد وتعليم مع مسؤول، بيكون قلبك انت في يدك كده. ليه؟ لانه ممكن ابتسامته، ممكن يعاملوا الضيف ده ما كده. احساسك كان شنو انت بتشاهدهم او خليتهم يمشوا يقابلوا وهم اطفال؟ والله انا اصلا ما خايف عليهم، لانه خاصه بالذات يعني السودان في اعناقهم. نعم. شهد ما شاء الله ربنا يحفظها، هي صغيره نابقه يعني حقيقه، وتعليم ايضا ما شاء الله تاخذ منه خطه كثير. شوف خطه بتعمل شنو، هي بتعمل زيها. نعم. يعني حتى لو يعني انا ما داري اقول لك تعمل، اما يمشوا لاي جهه انا ما بخاف، مطمن، بكون مطمن تماما، لانه عارفهم حيتصرفوا. حتى لو حصل لهم موقف يعني فيه صعوبه بيتجاوزوها، لانه تفكيرهم كويس الحمد لله. نعم. الحمد لله. ربنا يديك الصحة والعافية ويخليه ليك، وكل سنة وانت طيب. وانت طيبين وبارك الله فيكم، وانا سعيد جدا بكم بهذه الأيام الطيبة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني احنا اختراب مطار، ولكن نسأل الله ان السودان ربنا ينعم عليه بنعم كثيرة ان شاء الله، وبإذن الله يطلع من المحنة اللي هو فيها. والسودانيين دي الله بيكرمه، أنا متأكد إنه الله بيكرمه إن شاء الله، لأنه أقرب الناس لله سبحانه وتعالى في ذكره، وأقرب الناس إلى محبة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. الحقيقة عايش 30 سنة، فبشاهد السودانيين وبشوف الحاصل وبحكي، والله 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 أكثر الناس محبة للحبيب المصطفى هم السودانيين. فبالتالي طالما لهم هذه المحبة للحبيب المصطفى، وطالما لهم هذه المحبة في الله سبحانه وتعالى، أنا متأكد إنه السودان ده يوم من الايام ما بيصيبوا مقهور باسم الله، وحيطلع من هذه المحنه. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعين السيد الرئيس واعوانه ووزراءه وكل السودانيين. ورسالتي لكل السودان، كل السودانيين، انه الناس تتحد، ده الوقت الوحيد الناس تقيف فيه وقفه رجل واحد مع بلده، لانه شفنا كل البلاد العربيه، وشفنا الربيع العربي، وشفنا ما تم بعد ذلك لهؤلاء الناس ولهؤلاء الشعب الطيب العربي الاصيل. شفنا المزله اللي حصلت لهم، شفنا المشاكل اللي حصلت لهم، نحن دارين ان الناس كلها تعي من هؤلاء الناس، والحمد لله لم يصلنا هذا الاذى حتى هذه اللحظه. عشان كده يعوا، وكل الناس ما تضع الا السودان في قلوبها، لا قبليه لا جهويه لا حزبيه. صحيح. السودان يسعى الجميع. اكيد السودان يسعى الجميع. وكل سنه وانتم طيبين، ونحن متواصلين معاكم مع هذه الأسرة في هذه العيدية الوردية
من داخل منزل الأستاذ حاتم سرج الختم والد شهد وتالين في هذه الأيام المباركة من عيد الفطر المبارك. السودان يسعى الجميع هو أمنياتنا لكل الذين يشاهدون هذه العيدية الوردية من قناة الشروق، وكل عام وأنتم بألف خير. ما زلنا معاكم مع الزهرتين شهد وتالين، هم الذين دائما ما يكونوا حضور في أي مناسبة لزائر أو مسؤول للسودان. شهد كل سنة وانت طيبة. انت طيبة وربنا يحقق أمنياتك إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. شهد انت بتقري في سنة كم؟ في سنة رابعة في مدرسة كامبريدج الخرطوم، أكبر مجمع في الخرطوم. يا ما شاء الله تبارك الله. طيب قاعد تجل كم انت يا شهد؟ قاعد تجل كم؟ ولا معدلك كم يعني؟ قاعد تكون امتياز ولا الأولى؟ كم وتسعين؟ ما شاء الله تبارك الله. طيب يا شهد احنا دايما قاعد نشوفك انت في المطار بتقدم الورود للزول الجاي او الرئيس الجاي مع السيد رئيس الجمهورية، بتكوني عاملة كيف يعني؟ انت بتكوني مبتسمة ولا بتقدميها كيف؟ بقدمها بابتسامة وفرح ابتسامة وفرح. طيب الضيف ده لما نجي انت كل الضيوف بيجوا بتعرفيهم؟ انا في مرات ناس بعرفهم ما بعرفهم. لما نكون جيت وصلت المطار بقول لخالي مهند اللي هو اللي قاعد يجيبنا هنا بشكره، بقول له ده بيتين مثلا يوم اردوغان ما كنت عارفه، قال لي الرئيس الجاي هو اردوغان. وانت بتعرفي اردوغان يعني؟ بتعرفي من وين طيب؟ انا قاعده اشاهده مرات كثيره. يعني انت بتحبيه؟ طيب غير اردوغان كان الرئيس نفسه اشوفه. ده يعني انت كنت نفسك تشوفيه؟ اهو طيب بعد شفتيه وعملت شو يعني؟ فرحت شديد، كان فرح. اهو قدمت له الورود؟ ايوه. طيب انت ليه بتحبيه هو؟ يعني انت نفسك انت كان من دون الرؤساء ديل كلهم بس تشوفي اردوغان؟ ليه؟ ويضع الابتسامة في وجه الجميع. يا سلام، تحية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو كان يشرف السودان في إحدى زيارته، زيارة إن شاء الله تكون في الخير واليمن والبركات لكل الشعبين السوداني والتركي. شهد أنت بتقدمي الورود، بيجيبوك المطار وبتقعدي مسافات طويلة مرات ومرات، بيجيبوك مع الزمن طوالي صح؟ طيب الزمن اللي بتكوني قاعدة فيه في المطار بتعملي فيه شنو؟ بكون لا أستعد وأستعد وحتى نعيش أو حصل أي حاجة لا يقوم عشان بعدين تكوني مصحصحة، يعني أنت عارفة إنك أنت السودان ده كله منتظرك أنت. عشان كده لو كده يعني مثلا اليوم اللي غيره انا كان من اول امبارح لليوم الثاني كنت مستعده. يعني بكلموك قبل فتره. خلاص كنت لما جيت دايره امشي دايره يعني استعد، قلت بالليل قلت لما الساعه كم بنفس الوقت رمضان عشان بعدين اذا بكره ما اقوم انعس وحاجه زي دي عشان ما تنومي. ما انوم كده يعني عشان تقدمي الابتسامة والفرح. طيب طيب يا شهد يعني انت بعد تجي تسهري مع الرئيس في كل الغنوات السودانية والعالمية، ناس المدرسة وصحباتك قاعد يكونوا بشافوك بيقول لك تاني يوم نحن شفناك؟ ايوه. بيقول لك شنو طيب؟ يعني بيسألوني بيقولوا لي كان كيف؟ كنت الابتسامة كيف؟ كان لما مشيتي كان حلو؟ كنتي بتقدم شنو كده كانوا بيسالوني. طيب حسي طيب حسي ما تقدر تقول للاطفال انت كنت بتقدم شنو وبتعمل شنو بابتسامه كيف؟ اولا علم يعني كل ما اجي في حياه علم حي كان عندي هي الابتسامه. كيف طيب ابتسامه كيف؟ ابتسامه كده واكون صحصحه واكون سعيده. تكوني سعيده.
طيب في مره كنت انت ما سعيده فيها ولازم انك انت تكوني سعيده يعني قدام الزول الجاي؟ طيب منو كان؟ كان اردوغان. انت كنت زعلانه؟ لما كنت ما اقول يعني احنا بدي صديق الله بعد يعني انبسطت عن نفسي قلت اني افرح عشان درجتي. يا سلام. طيب يعني انت حاسه بقيتي مشهوره كده ليه؟ لانه الناس كله بيشوفوا شهد وبشوفوا تعليم مع الرؤساء، يعني انت حاسه نجمه. ايوه نجمه ما شاء الله. اها طيب يعني عايزه تبقي شنو لما تكبري؟ يعني عايزه تبقي سفيره ولا تبقي رئيس جمهوريه ولا دبلوماسيه ولا عايزه تعملي شنو؟ لانه انت في المقدمه دائما مع السيد رئيس الجمهوريه. انا عاوزه ابقى دكتوره. دكتورة؟ دكتور أنا بدي دكتورة أطفال. طيب ما معناه ما تاني ما حتستقبلي زول جاي؟ أنا مرات بكون عايزة كده ومرات بكون عايزة أكون من الناس اللي بيجوا بيقعدوا ساعة الرؤساء الجداد بيجوا لما بابا عمر اللي هو أبوي التاني يكون يعني مستقبل الرئيس تاني من التانيين من الغير الجو زمان. يعني نفسك انك انت تكوني مستمره وتعملي كده. طيب يا شهد كده بتتذكري اول مره قاموا قالوا لك يا شهد انت خلاص حتمشي تقفي مع بابا عمر عشان تستقبلي الرؤساء الجايين، بتتذكري الحاجه دي؟ طيب كده احكي لنا عنها. لكن بس كان حاجه ما متذكرها. مو متذكره كان يا رئيس. طيب ما مشكله يا رئيس، انت تذكري لنا انك انت كنت عامله كيف؟ او علمت كيف انك تشيل الورد وتقدمي كيف وكده. مثلا ناس ما ودي كانوا بعلموني مثلا ناس ما يكون في اثنين من ناس ماما يلا وانا اشيل انت ورد واحده اقدمها لهم اقدمها لهم يعني اعتبرهم الرؤساء الجايين عشان انا وهي نتعلم. قبلي تعليم كان في منو معاكي؟ بتخالتي دينات اللي هي صديقتي الأولى. دي صديقتك الأولى؟ يعني أنتوا الاثنين طيب بتقدموا للرئيس، الرئيس إذا كان معه زوجته، أنت بتقدمي للرئيس ولا بتقدمي لزوجته؟ أنا المرة قدمت جلت ودينات قدمت لبابا عمر؟ ما شاء الله تبارك الله. طيب يعني عندك حاجات تانية انت بتعمليها غير انك انت بتجري في المدرسة بترسمي بتلوني بتغني في حاجات زي دي؟ يعني مثلا هواياتك شنو المفضلة؟ في ناس بيحبوا انه يقولوا شعر، في ناس بيحبوا يغنوا، انت بتحبي شنو؟ انا بحب مرات اغني. بتحبي مرات تغني؟ طيب اكتر اغنية بتحبيها شنو؟ ما حافظ اي اغنيه. طيب طيب يلا نسمع. لكن قاعده اتلخبط في الاغنيه. ما مشكله نحن نسمعها بس. الاغنيه هي كان شيما كانت شيما في المدرسه كان وروا عليها لكن ما حافظها كامله. بس قولينا منها جزء حبه. We are the children of yesterday we dream. We are the promise of future we dream. We are the promise of future we dream. ما شاء الله صوتك حلو، صوتك حلو يا شهد. طيب شهد بتعرفي شنو عن السودان انت؟ اول حاجه كان بعرفها زمان يعني لما انا اصلا متولده السعودية زمان لما كنت صغيره يعني كنت يعني ألعب كده كنت بشيل تلفون بابا وقول لي يلا بابا بكون خاتي صورة بابا عمر يلا أنا بقول له دمنه بقول لي بابا عمر يلا أنا ما بكون فهم حاجة في السودان بيقوم بابا حاتم بفهمني وريني حاجات عن السودان عشان بعدين لما أكبر أكون فاهمة أي حاجة في السودان. طيب أنت حسي فاهمة شنو أكتر حاجة فاهمة شنو أنت؟ أكتر حاجة فاهمة فاهمة كان زمان بابا وراني إنه إن شاء الله ممكن عادي يا شاد لما أنت تستقبلي الرؤساء الجايين من البلد جايين من آخر بلاد من بلدان أخرى. طيب
بتتذكر يعني موقف مر بيك وانت كنت في المطار، يعني مثلا رئيس غير أردوغان، يعني كان زيارته مميزة بالنسبة لك؟ كانت ده واحد ده في أول مرة أصلا الرئيس، لكن غير كنت أول مرة، كان أول رئيس كنت عايز أشوف من معاي صغيرة، كان هو بابا عمر. ده كان من زمان كنت بس أربعة بتاع لما نكبر أشوفه. طيب لما شفتيه، طيب لما شفتيه عملت شنو أنت؟ انفرحت شديد وسلمت عليه وكده. طيب لما مرات انت ما تمشي تستقبلي مع بابا عمر الضيوف، ما بيسال منكم بيقول لكم وين شاهدوا وين تعالين؟ بيسال منك كان يعني كل مره قاعد، بس مره واحده ما مشيت. وما مشيت ليه؟ طيب المره دي انا كنت برا في السعوديه. انت بس مره واحده؟ طيب لكن مرات كنت انا وبتشوفي الضيوف جايين، ويعني بتكونتي بتشوفي نفسك انك انت كنت عامله كيف يعني في التلفزيون، انه انت هذه شهد مفروض يعني انه انت مفروض تكوني واقفه كده؟ لا انت وقفتك ما كانت كده، مفروض تقفي كده. اول شيء انا وقفتي لازم تكون ثابته. مثلا لما احنا نمشي مش بيكون ورانا في الدول، لما مثلا احنا فاهمين اي حاجه فيه هو يمشي احنا بنمشي وراه، ولما نوقف احنا نوقف معه. يعني ما بتجروا؟ ما بنجري. تمشوا بالراحة؟ نمشي بالراحة. هو مثلا يوقف الدول اللي ورانا هنا يوقف، احنا بنوقف. لما هو يمشي احنا بنمشي. نمشي معه. تمشوا معه. طيب حلو، كلام حلو. والزولة الجاية ده بتسلموا عليه وبتقولوا شنو؟ ولا ما بتتكلموا معه؟ ما بنتكلم معه، ما بس هو بيكون واقف. بس بيكون واقف. طيب يعني مرات يعني تعليم بتكون تعبانة، انت بتعملها شو عشان تقوم تصحصح او كده؟ بتوجهيها بتقولها شو؟ بوجهها ليش؟ يعني عشان ما تنوم كده؟ اولا شيء بصحيها. بصحصحها بقوم بقول لها يلا هنا، يلا تعالي نلعب هنا، يلا يعني بصحصحها عشان ما تنوم. يعني بتلعبيها؟ احساس انك انت زولة كبيرة ومفروض تكوني مسؤولة وكده. طيب الناس في المطار انت بتكوني مرات قاعدة يعني اكتر من 5 ساعات 4 ساعات عشان الزول جاي، الطيارة اتأخرت، الزمن ما كده؟ لكن عيات كتير. مثلا انا اكون داخلة يا دوب في المطار بلاقي ناس كتير، كان شفتهم اول لما كنت يا دوب بستغل الرئيس بسلم عليهم، بدخل وناس برضو كنت قاعدة اشوفهم برضو بسلم عليهم. يعني بسلمي انت يومك كله بتكوني بسلمي بس؟ والوقت الثاني يا سلام عليهم، كنت بس سلام عليهم واستقبل الرقصة اشيل الورد. طيب يعني ما بتعرفي اغنيات سودانية، حاجاتنا نحن السودانية، ما بتعرفي الحاجات دي يا شهد؟ اغاني ما بعرف نهائي، ما بعرف اغاني سودانية كثير. يعني بتعرفي حبة لكن تمام. نحن حنكون معاك في هذه العيدية الوردية شهد حاتم سر الختم، لكن ننتقل مشاهدينا الأعزاء في هذه العيدية وهذه العيدية الوردية وانتو طيبين. شهد وانتو تالين نحن حنسمع منكم أغنية لطه سليمان شنو؟ رجعنا تاني نحبها. طيب نسمع. رجعنا تاني نحب بعض أنا وحبيبي، رجعنا أكتر من زمان وسط قريبي. يا سلام. رجعنا تاني نحب بعض أنا وحبيبي، رجعنا أكتر من زمان وسط قريبي. حبيبي كان زعلان مني 3 يوم سأل عني، حبيبي كان زعلان مني 3 يوم ما سأل عني. عرفت لو قفل التلفون رسلت لو ما جاني رد، أنا ضربت لو قفل التلفون رسلت لو ما جاني رد. خلاص حبيبي رجع ليا لأنه كان فاهم غلط، رجعنا تاني نحب بعض. يا سلام. حبيبي رجعنا أكتر من زمان وسط قلبي. ما شاء الله تبارك الله، يعني أغنية جميلة. نحن بنحيي طه سليمان، انتوا قاعد تحبوه. أحمد يا سلام عليك.
طيب يعني شاهد صحباتك في المدرسة، عايزة تقول لهم شنو؟ كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. وان شاء الله ربنا يحقق لكم امنياتكم. بشكر اي طالب وللمبنى الجديد كمان. دايرة اقول لاي تلميذ في المبنى الجديد انه عاوزين نحتفظ بالمبنى ده، ويا رب كلكم تحتفظوا به وترتبوه يكون مرتب ان شاء الله يا رب. ان شاء الله، يعني ده كلام جميل، كلام من زول واعي. شاهدة، طيب يعني صحباتك ما بقول لك كلمي ماما انه نحن نمشي نكون في مع الرئيس في ال في في استقبال زائر او مسؤول؟ ما قاعد يقول لك الكلام ده؟ واحدة بس قاعدة بتقول لي. بتقول لك شنو طيب؟ بتقول لي إذا يوم ما هي سافرت لي ما قاعدة قاعدة في السعودية، لا هي حتقرأ بهناك يلا. قالت لي إذا يوم ما وداني معاكي أدي، إذا يعني ذا يوم تاي خليني أجي معاكي. إذا لاستقبال الرؤساء. لاستقبال الرؤساء، سلام، كلام حلو. هي ذاتها بتحب الرؤساء؟ تمام. يعني انت طيب في حصص بتفوتك في المدرسة يا شهد، بتعوضيها كيف؟ انا بعوضها انا لما نكون جيت اول يوم خلاص ادي، اول ما ادي الحصة تنتهي بقوم اشيل كراسة صاحبتي، اقول لها ممكن تشيل كراسك بس اكتب الحصة اللي فاتتني، بقوم اكتبها وامشي البيت احفظها. وتاني يعني في الفسحة ما قاعدة أمشيها، بكتب حصصي. وتاني بعدين في بريك الصلاة برضو ما قاعدة أمشي بريك الصلاة، قاعدة أكتب الحصص. وتاني عشان لما أمشي البيت أقوم أحفظها. عشان تمشي تحفظيها. طيب يعني الطوق الجميل اللي انت لابساه ده، ما في بنات صحباتك زميلاتك بيقول لك نحن عايزينه، ولا ماما جابته من وين؟ احنا عايزين زيه. لا. انت ما قاعد تتنازلي منه لاي زول؟ انا اصلا ما قاعد البسه في المدرسه، بس بتلبسيه وفي في هناك لما اجي رؤساء جديد وفي في الحفله وفي العيد، بس بتلبسي كده يعني. ما طيب طيب عايزه تقولي شنو لصحباتك ولزملائك ولاهلك بمناسبه العيد السعيد؟ بقول لهم كلهم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله ربنا يحقق امنياتكم. وانتو طيبة يا شهد، وربنا يحقق امنياتك. وما زلنا متواصلين معاكم مشاهدينا الاعزاء في هذه العيدية الوردية، وكل عام وانتم بألف خير، ونشوف العيد مع تالين. مرحب بك تالين، وكل سنة وانت طيبة. ربنا يحقق امنياتك يا رب. طيب تالين، العيد كيف معك؟ كويس. احلى حاجة فيه شنو؟ يعني أكتر حاجة بتحبيها، بتحبي الخروف ودعيني ليه وكده ولا كيف؟ بتحبي الخروف؟ يعني أنت قاعد تقيفي مع الخروف كده ويعني، ولا الخروف بس أنت ما بتعيني اللي بيجيبوا لك اللحمة في البيت بس؟ بتقيفي معاه؟ كيف بتقيفي معاه؟ طيب كده اشرحي لي. يعني لما نكون داير أشوفه بطلع أشوفه وقاعد بلعب. مرحبا بك أحمد، كل سنة وأنت طيب. كل سنة وانت طيبة. ربنا يحقق امنياتك. ربنا يحقق امنياتك. طيب احمد، احمد تقبلي قلت اكشن صح؟ اي. طيب حسي عايز تقول شنو؟ اكشن ولا نواصل؟ نواصل. نواصل يعني عارف اكشن يعني شنو؟ اي. يعني شنو؟ الظلم ما يكون داير يبدا. تقولي اكشن؟ طيب احمد انت بتقرا في سنه كم؟ بتقرا في اولى؟ ما شاء الله تبارك الله. حسي جابوا لكم الخروف وقعدت معاه وكده ولا ما قعدت معاه؟ قعدت. ما قعدت تحب الخروف انت؟ بحبه. بتحبه قدر شنو؟ بحبه كبير. بتاكل اللحمه ولا ما بتاكل اللحمه؟ باكلها. وتاني شنو؟ طيب حافظ شنو انت يا احمد؟ حافظ أغنيات؟ وحافظ نشيد؟ نشيد لا.
ما حافظ نشيد؟ ليه نشيد؟ حافظ سوداني بس. حافظ سوداني بس؟ أي. طيب حافظ شنو سوداني؟ أغنية. طيب أغنية شنو؟ شنو؟ أحمد طيب أنت لما تكبر عايز تبقى شنو؟ أو نبقى كابتن. تبقى كابتن يعني زي محمد؟ أي. انت حاسه في البيت طيب انت حاسه ولد واحد مع شهد وتالين قاعد تكون معاهم وتساعدون ولا بس عامل فيه انك الولد اللي بيكون قاعد ما قاعد يعمل اي شيء؟ طيب انت قاعد تمشي معاهم المطار ولا ما قاعد تمشي المطار؟ قاعد تشوفهم في التلفزيون؟ لا. ليه ما بتشوفهم؟ انت ما طيب ما عايز تمشي معاهم المطار عشان تقوم تودي الزهور والورود؟ لا امشي. طيب بتمشي بتين؟ المرة الجاية. المرة الجاية حتمشي؟ اي. يا سلام وحتقدر. خلوهن للجالة المرة الجاية. ولكن حتقدم الورود كده ولكن انت حتقوم تقول انا ببكي وكده وما حتقدر تقدم الحاجة. حقدر. تقدر كيف؟ طيب انت هم بيعملوا شنو؟ انت قلت ما شفتهم. هم بيعملوا شنو شهد وتعليل؟ مش يقدموا لهم الورد. بقدموا لمنو طيب؟ للرئيس. بقدموا للرئيس يعني انت عارف. شكرا يا احمد وكل سنه وانت طيبه. هبه محمد خير والده الطفلتين شهد وتعلين واحمد وربنا يديهم الصحه والعافيه. العيد ان شاء الله دائما ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. الله يسلم. كل سنه وانتم طيبين وبشكركم على جيتكم دي وشرفتونا كثير قناه الشروق. هبه يعني شهد وتعلين في البيت كيف؟ هل مشاغبات ولا هادئات ولا كيف؟ نحن بنشوفهم ما شاء الله هم يعني هادئات وممتازوا بنوع من الدبلوماسيه والاوتوكيت في تقديمه للورود وحاملين مسؤوليه كبيره جدا على عاتقهم انه السودان هو الهم الاول والاخير. لا والله هادئات يعني كويسات شديد شهد وتعليم بس شهد يعني بزياده هدوء لكن تعليم شويه كده وكده يعني. لسه هي شهد تعليم ما صغيره لسه. ايوه لكن نعم. الحمد لله هادئه. نعم كويسة. طيب هبة انت بتكوني قاعدة في البيت وانا شاهدت يعني كثير جدا من المرات انهم هم يكونوا في المطار وانت بتكوني البنات ديل عملوا كيف البنات ديل كيف في وصايا انت بتوصيها لهم من البيت وهم طالعين؟ والله بوصيهم يعني بقول لهم خليكم هادئين ما تتحركوا كثير من مكانكم يعني من هنا من البيت بوريهم يعني كله يعني حركاتكم ما تكون كثيرة تكونوا قاعدين وكده يعني بكون موصياهم وبكون في نفس الوقت ساعات بس يعني المسافة بتكون طويلة بس بقلق عليهم مثلا بتصل بقول لهم عملت شنو انتوا لسه ما خلصتوا لسه الطيارة ما نزلت كده يعني. طيب يا هبة أنا عايز أرجع لك بأنه تم الاختيار لهم هم كيف يعني انه يشيلوا المسؤوليه دي او يقوموا بالعمل الكبير ده وهم لسه اطفال يعني. هم عندهم خالهم في رئاسه الجمهوريه ضابط مراسم وسبحان الله في يوم كده بس رشحوا له بانه عاوزين بنتين يمشوا مع بعض فكانت شهد ومعاها بنت اختي مشوا الاثنين وقدموا كده فبقت سنه كامله كانت شهد هي ورين هذا الاثنين بيمشوا مع بعض بعدين هسه شهد وتالين لهم سنتين يعني لهم سنتين ونص هم بيمشوا في اي استقبال رئاسي. طيب يعني الملابس اللي هم بيلبسوها دائما بيكون بمواصفات معينه انت بتختاريها ولا في مصممه معينه هي جايه من رئاسه الجمهوريه هي ممكن تكون مسؤوله عن لبسهم؟ لا انا بختار لهم لبسهم فانا دائما بسافر يعني بسافر السعوديه كثير احنا اساسا مقيمين هناك وجينا استقرينا في السودان هنا بشتري لهم حاجاتهم كاملة يعني ملابسهم التيجان الأطواق الحاجات ففي مرة لبستهم اشتياق المصممة اشتياق خليل المشهورة بشوق ستايل في مرة هي لبستهم لكن كل يعني اللبس بتاعهم أنا بجيبه لهم من بر السودان. بتجيبي لهم أنت؟ نعم بجيبه لهم. طيب يعني هم ذاتهم بيكون عندهم أسئلة وأنت الأم بطبيعتها هي اللي بتربي وهي اللي بتعلم بيقول لك والله نحن جاي بكرة كده في معلومات معينة أنت بتديها لهم وكده ولا
بس الـ 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 الكلام ده بيجي توجيهات مثلا من رئاسة الجمهورية بانه والله هم يجيبوه وبعد ذاك يوروهم الضيف الجاي منه؟ لا لا، بيكون عارفين الضيف الجاي منه وكده، وحيجي الساعة كم بالضبط، وهم لازم قبولها بساعة، بتجي تاخذهم العربية من البيت بتوديهم على المطار، بيكونوا قاعدين في الصالة الرئاسية لين ما تجي الطيارة نازلة، بيكونوا عارفين الجاي منه. طيب البلد الجاي منه في معلومات معينة أنت بتعلموه ليا إنهم هم يعرفوا شنو، يقروا شنو، يقدموا شنو كده، في معلومات عن البلد الممكن ضيف يكون؟ يعني لما نسألوا عن حاجة بجاوبهم، بقول لهم مثلا البلد دي كده، الضيف الجاي هنا ده كده، يعني بيسألوا دائما لأنه الأطفال أصلا بطبيعتهم بيحبوا يسألوا دائما. نعم. طيب يعني ده بيأثر مرات في ضيوف بيجوا، بيكون العام الدراسي شغال، فبيكون في غياب كثير لهم من المدرسة، كيف التعامل ما بين المدرسة وبأنه الطالب يغيب من المدرسة كثير وتعويض الحصص ذاته بتم كيف؟ والله أنا طبعا أول حاجة بشكر مدارس كامبريدج، يعني في تعاون شديد معانا، فهم بعوضوهم، يعني بعوضوهم عن الحصص اللي بتروح منهم في المدرسه، بيعوضوها لهم في المدرسه، وفي نفس الوقت عندهم استاذ بيجيهم في البيت بيخلص معاهم حاجاتهم، الحصص اللي راحت ممكن يمشوا المدرسه الساعه مثلا، يمشوا بيبدا تبدا حصتهم الساعه 7:30، الساعه 10 يجوا يسوقوهم عشان شنو، يجهزوا ويمشوا على المطار، او الساعه 9، او الطياره نفسها حتنزل الساعه 8 ممكن يغيبوا. فيعني بجد المدرسه متعاونه معانا في الحته دي شديد، وأستاذ سمية، دكتورة آفاق، دكتور صلاح عبد العزيز، فكلهم معانا يد، أستاذ مواهب، كلهم معانا يد واحدة بصراحة، وهم مبسوطين من الحاجة دي شديد يعني. حتى هسه كان عندنا افتتاح للمدرسة، فهم كانوا في استقبال دكتور فرح وزير التربية والتعليم، شرفنا وقاموا بقص الشريط، يعني قاموا بالمسؤوليه ثاني من جديد، يعني زي العمل بقى بالنسبه. ايوه والله. يعني بيكون في مواقف طريفه مرت بيهم وضحكوا عليك، شنو من المواقف الطريفه اللي انت بتتذكريها يعني اليوم؟ والله هو اكثر موقف طريف، يعني انا كم مره رسلوا لي صوره لتالين وبلقاها نايمه، يعني دي اكثر حاجه بتضحكني، بتكون الناس قاعده وهي اخذت لها نومه وقامت يعني. بس ثاني ما الله يديهم الصحة والعافية، ونحن في ختام هذه الحلقة عايزة تقولي لشنو لكل المشاهدين الأعزاء؟ والله بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، ويتعاد علينا وعليكم بكل خير وصحة وسلامة. الله يديك الصحة والعافية. الله يعافيك. التحية لك هبة محمد خير، والتحية لشهد وتالين ولأحمد وللأستاذ حاتم سر الختم، رئيس مجلس الجالية بمنطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. مشاهدين الأعزاء، تكاملت هذه العيدية الوردية التي فيها نوع من الورود والزهور عبر شهد وتالين، كانوا هم دائما بشرفونا لضيوفنا اللي بيجي يزوروا السودان. تحية وتقدير لهم، وتحية لكل مشاهدين الأعزاء، وكل سنة وانتم طيبين.